عليكم. معكم نصير بن زكري، ولد من المنطقة الشرقية، فنان كوميدي، سن 27 سنة. كنشكرو ويسلان نيوز و سي أناس الطاقم التقني حيث جاو عندي اليوم يصوروا معايا. بالمناسبة اللي كنت بغيت نهضر عليه اليوم، بغيت نهضر على وزارة الثقافة، يعني قطاع الثقافة. يعني احنا انا فنان كوميدي ولد المنطقة الشرقية، وكما نقولوا يعني من العام اللي فات، يعني من شهر جوج ديال العام اللي فات ما خدمناش، وداك الشيء علاش اتصلت انا بهذه القناة باش يجيو يصوروا معايا، يعني باش نتمنوا وزير الثقافة يشوف هذا الفيديو، ونتمنوا الناس اللي غادي تشوف هذا الفيديو تبارطاجيه باش وزير الثقافة يدخل ويطلق لنا الأنشطة. دابا حنا شفنا جميع القطاعات راهم خدامين، يعني كلشي، قطاع التعليم، قطاع السياحة، كلشي راه خدام، إلا قطاع الثقافة اللي حابس. ونتمنوا من السيد وزير الثقافة يدخل يطلق لنا المسارح والمركبات الثقافية ديال الشباب. عندنا مجموعة من الناس والرجال والنساء وبنات كانوا خدامين في العراسات، في الحفلات، واقفين تما مساكين ما عندهم ما ياكلوا، الله يحسن لهم تما من شهر جوج. يعني دابا حنا شفنا راه التخفيف، يعني الحمد لله الحالات نقصوا، والتلقيح جا، الناس بدات كتلقح. نتمنى يعني الناس كلشي يدير التلقيح، وكلشي كلشي يمشي يعني يتلقح، باش ان شاء الله يزيدوا الحالات يتخفوا مزيان، ويطلقوا لنا ان شاء الله السهرات والحفلات ديالنا باش ما نبداو نخدموا، لحقاش راه العام اللي فات ما خدمناش. مزيان وصاير، انت اللي دير التلقيح. غادي نديرو مرحبا، الله يا ودي، انا نلقح انايا ونلقحوا كاع الفنانه وجميع المواطنين خصهم يديروا التلقيح، باش ان شاء الله الفيروس يمشي ما يبقاش. وترجع للحوايج كما كانت، واللي كان خدام شي بلاصه يرجع لها، واللي كان في شي نشاط يمشي له، يولي كلشي بخير وفرحان. وهذا الشيء اللي بغينا حنا يا خويا انس. احسن كوميدي بالنسبه لك؟ اخويا احسن كوميدي هذا سؤال بزاف تاع القنوات طرحوه عليا، وقلت لهم يعني قلت لهم كاين كوميدي واحد في المغرب كامل اللي هو نصير بن زكري، وبزاف تاع الناس يعني اللي معترفه بيا، وبزاف تاع الناس كتبغيني، وخديت يعني جوائز كبيره كبيره كبيره، الناس كامله راه كتعرفني. واللي ما يعرفش نصير بن زكري يدخل القناه ديالي تاع نصير بن زكري، يتابونا وغادي تعرف شكون هو نصير بن زكري. كلمه للمسؤولين ديال مدينه وجده. نتمنوا بالمسؤولين ديالنا يشجعوا الشباب، لحقاش سيدنا هضر على الشباب، وحنا عارفين واش كاين. يعني حنا نتمناو يعني المسؤولين ديالنا ديال الجهه الشرقيه كامله يشجعوا الشباب، اللي جا عنده شي شاب يفتح له الباب ديالو، ما يبلحش عليه، لحقاش الحوايج راه مبلعه، وكما راكم تشوفوا راه حنا في ازمه. هذا الشيء اللي نتمنى، نتمنى المسؤولين يعاونوا الشباب. شكون الكوميدي اللي كيبان لك اي حاجه فيها سي حسن؟ بزاف، كاع دوك اللي كنشوفوهم في القنوات المغربيه تقريبا راه شي 50% غير سنطيحه، غير فايت، غير باك صاحبي، فهمت؟ كما كنشوفوا يعني باك صاحبي ولات كتلعب دور كبير، يعني الا ما كانش عندك باك صاحبي ما تفوتش في التلفزه المغربيه. علاش حقره؟ كيحقروا الشباب، وعندنا طاقات اللي واعره فين يبانوا دوك الكوميديين اللي حاشينها بالتسنطيح، فهمت؟ وانا مشيت خدمت مع هذوك الكوميديين وطلعت للغرب وشفت شنو كاين، وعرفت بالله باك صاحبي، يعني ماشي كيما نقولوا باك صاحبي سوا في الصحه، سوا في الثقافه، سوا في التعليم، يعني باك صاحبي ولات كدير واحد الظاهره اللي كبيره بزاف بزاف بزاف. ونتمنوا يعني بهذا الباك صاحبي ما تبقاش تحيد، ويولي كلشي سوا سوا، كل اللي عنده كل اللي ما عنده. حنا عارفين ما غاديش تكون هذه، يعني كل اللي ما عنده كل اللي ما عنده، ضروري غادي تكون الحوته كبيره تكون الحوته صغيره، ولكن شفنا بمجموعه من الكوميديين اللي والو، وباك صاحبي هما اللي كنشوفهم في التلفزه المغربيه، وانا كنت باغي نفوت في التلفزه المغربيه، وقالوا لي يعني الا ما كنتش عندك البينغا وليدي غير جلس في الركا ولدي. تقدر تقول بزاف بزاف، يعني بزاف تاع الفنانين اللي كنشوفهم في التلفزه المغربيه غير باك صاحبي، بزاف، وكنعرفهم في صحابي فاتوا في التلفزه المغربيه، وفاتوا في باك صاحبي، صحابي كيضلوا معايا وخدموا معايا في المهرجانات ديالي، وفاتوا غير في باك صاحبي. تقدر تذكر شي واحد؟ مانيش نقدروا نذكروا شي باش ما نورقوش، يعني ما خصناش نورقوهم، المهم راهم معروفين شكون هما، وراهم معروفين بزاف، يعني معروفين، راه غير نقول لك فلان هو فلان اللي تعرفوا شكون هو. يعني مجموعة ديال 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 الكوميديين اللي شفناهم لا علاقة لهم، عندهم التسنطيح مثلا ايكو، التسنطيحة، واش صحابك اللي كيطلع في مراكش دو غير هكذاك، راه عنده معرفة، وعنده باك صاحبي حسن الفد في يده، جمال الدبوس في يده، انا جمال الدبوس صيفط له ميساج ما ردش عليا كاع في واتساب، ما ردش يمكن كاع بلوكاني. فهمت علاش الاخرين عندهم باك صاحبي؟ يعني مثلا هذا كيعرف خالو ولا يعرف اختو ولا يعرف مو ولا ما عرفناش كيفاش شكون اللي كيوصلوا لهذيك البلاصه، ولكن حتى التسنطيح كيلعب دور، يعني هذاك راه مسنطح، يعني كنشوفوا يعني مثلا شفنا في التلفزه المغربيه بزاف ديال المرات وين نفس الوجوه كنشوفوهم في التلفزه المغربيه، ومثلا يكون كنشوفوه هو اللي كيقدم في مراكش دوغيغ، كان شفناه مجموعه ديال المهرجانات، ولكن حنا باش كتشوفوا في واحد البلاصه اللي كتشوفوا فيها دائما عرف باللي باك صاحبي، الا ما كانش عندك باك صاحبي ما غاديش تفوت في ديك البلاصه. دونك هادشي اللي كاين اخويا انس.
اخر كلمه كنقولها سي انس، كنشكروا ويسلا نيوز حيت جات عندي اليوم، كنعاود نشكرهم بزاف بزاف بزاف، وكنشكر المتابعين اللي كيتبعوني من داخل الوطن وخارج الوطن، وكنشكر الجاليه المغربيه اللي مقيمه في خارج اوروبا. كان عندي سبيكتاك في العام اللي فات في شهر 4 كان عندي في فرنسا، وكانت الامنيه ديالي نلعب هذاك العرض تمايا، ما كتب جات كورونا عيطوا لي قالوا لي يعني غادي تحبس السبيكتاك ديالك، ونتمنوا ان شاء الله تمشي كورونا ونرجع للسبيكتاك ديالي ونولي نمشي نشوف الجاليه ونشوف الجمهور ديالي اللي في العالم كامل اللي توحشتو بزاف بزاف بزاف. هذا الشيء اللي كنتمنى. وشكرا للمتابعين ديال نصر المزكري، شكرا لويسلا نيوز، شكرا للجمهور ديالي، كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، وبارطاجيو وشجعوا الشباب، وتحياتي لكم.